يغر الفتى بالدهر والدهر خائن. القصيدة للسيد جعفر الحلمي رحمه الله. يغر الفتى بالدهر والدهر خائن ويصبح في أمن وما هو آمن. اقعد من الصبح فكروا بصحة جيدة بعافية بسلامة خطط ليومه سووا كذا سووا كذا. الظهر جلس التخلي فكره في أمن لكن مو يغر الفتى بالدهر والدهر خائن ويصبح في أمن وما هو آمن وأن أمام المرء موتا محتما فلا يغتر إن المحتم كائن. كل نفس ذائقة الموت فلا يغتر إن المحتم كائن وما حلت الأيام يوما لواحد وهل كيف يحلو ماؤها وهو آجن ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا هجان الأيام تمشي بالعمر الواحد ما يدري روحها ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا هجائن إذا حاربت لم تثن عنك حرابها وإذا سالمت فهي العدو المداهن. أنت بعض الأوقات إذا يجي البلاء إذا حاربت لم تثن عنك حرابها إذا أجت حادث هنا فالسكون هنا قتل وقاع هنا فالخسارة مادية إذا أجت الأيام التي تضرب الواحد الشهام ها مترامي من كل حدث وصوب يأتي في البلاء وإذا سالمت فهي العدو المداهم. أنت تفكر الدنيا خضراء بيتك محترم سيارتك محترمة وشرمك حسب الأصول تشوف الدنيا وياك لكن لا تغتر بها وإذا هي العدو المداهم. كم من رئيس كان يفتخر أمام الملأ العام بأنه رئيس دولة وأصحاب صولجان وجيش قدامه مفتخر بنفسه ها وإذا برصاصات تفرق في صدره يقع إلى الأرض سريعا. ما كان يتوقع برصاصات يفكر الدنيا يمتلكها لكن لا. إذا حاربت لم تثن عنك حرابها وإذا سالمت فهي العدو المداهن سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت فأين مبانيها وأين المساكن وسل عن بني الزهراء مواطن عزهم متى أقفرت من ساكنيها مواطن وتبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومسموم بالسيوف عنايا
ذاك بكربلاء وبطش ذاك وذاك في بغداد قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ ما لها أفاطم لو خلت الحسين مجددا وحسينا وسيدا أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشايا كربلاء وناس القوم ها متوزعين ابناء الشالين أفاطم قوم يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بأرض الثلاث ومن هنا إنا لله وإنا إليه راجعون.